صباح الفل، برحب بكم مشاهدينا في كل مكان في حلقة جديدة من زي الشمس، حلقة يوم الحد 17 فبراير 2013. النهاردة عندنا أخبار كتير ومتنوعة هنتعرف عليها مع حضراتكم من خلال فقرتنا الأولى، فقرة الصحافة والأخبار. هنتعرف على تفاصيل اللقاءات قادة جبهة الإنقاذ مع رئيس حزب الحرية والعدالة دكتور سعد الكتاتني، إيه اللي توصلوا إليه بعد انتهاء اللقاءات بالأمس والاجتماعات بالأمس، إيه حكاية ترشيح قادة جبهة الإنقاذ للدكتور محمد مرسي ليصبح هو رئيس الوزراء بعد أخبار عن تعثر المفاوضات مع دكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق بعد اشتراطه أنه يتولى الوزارة أو رئاسة الوزراء لمدة عام وألا يتدخل أي من المسؤولين في اختياره لوزراء المجموعة الاقتصادية. هنتعرف كمان على نشرة أخبار الكوسة، والكوسة والمحسوبية عادت مرة أخرى من جديد، هناك من يؤكدها وهناك من ينفيها. نتعرف على تفاصيل لاتهامات لبعض من المسؤولين لمحاباة مسؤولين كبار بتعيين أبنائهم بتعيين بناتهم وأخذ فرص مواطنين وشباب مصريين كتير قد يكونوا الأولى بالحصول على هذه الوظائف. وهنتعرف على تفاصيل تصريحات عمر محمد مرسي لشبكة رصد الإخبارية، كل ده هنتعرف عليه من خلال لقائنا مع دكتورة رشا عبدالله أستاذة الإعلام بالجامعة الأمريكية. في فقرتنا الثانية هنتعرف على تفاصيل الأزمة الثالثة للنائب العام مع القضاء، وهي اللي بتيجي في خلال أقل من 3 شهور منذ تولي منصبه. كلاكات تاني مرة، اتهامات للنائب العام بالتدخل في أعمال وكلاء النيابة للتأثير عليهم بما يخالف ما توصلوا إليه من خلال تحقيقات. هنتعرف على تفاصيل أكتر حول هذه الأزمة من خلال لقائنا مع المستشار أحمد الفقي رئيس محكمة استئناف طنطا. ختامها مسك. في فقرتنا التالتة اللي هنختتم بها فقراتنا النهاردة بإذن الله، هنختتمها مع الثقافة، هنختتمها مع الأدب ومع رواية رائعة 111 صفحة من القطع الصغير لرواية سماء أقرب للشاعر والروائي محمد خير. الحقيقة أن الفن والثقافة والأدب مش بيفصلونا كتير قوي عن التفاصيل اللي بنعيشها يوميا، وطول الوقت بنكون مهتمين جدا واحيانا مجبورين ومجبرين ان احنا نتابعها، ولكن بيخلونا ناخد استراحة ولو قليلة، ما بتاخدناش بعيدا عن تفاصيل حياتنا، تفاصيل الشخوص اللي بنشوفهم، بس بنشوف ناس شبهنا واحيانا نشوف ناس مختلفين، خاصة لما بتكون في متعة فبنستمتع بلغة رائعة بسيطة سهلة وكمان راقية، وبالتالي بيكون في متعة تخفف علينا شوية حدة الأحداث والأخبار والتفاصيل. كل الفقرات وكل تفاصيلها هنبتديها مع حضراتكم بعد الفاصل.